خطه النواب اللي هي لجنه الخطه والموازنه بتوافق على تعديلات قانون الاجراءات الضريبيه الموحد. وطالما تحدثنا في هذا الموضوع خلونا ناخد معانا على التليفون نشوف يا ترى بقى هل ترى التعديلات ايه يا سياده النائب. سياده النائب عبد المنعم امام امين سر لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، اهلا اهلا اهلا. اهلا وسهلا يا معالي النائب. كيفك يا منعم؟ انا يوسف يا عم معالي النائب. انا صاحبك. عامل ايه؟ ده احنا اصحاب من سنه سيدنا ايش ايش من قبل المجلس. قول لي التعديلات اللي بصدد خروجها الى النور زي ما بيتقال من عندكم في لجنه الخطه والموازنه، تحديدا التعديلات الخاصه بالقانون بتاع قانون الضرائب الموحده. بالظبط، هو يعني هذا التعديل اعتقد اثار صخب كبير جدا بمجرد نشره خلال الاسبوع الماضي، واللي تداول يعني كتير من الشائعات حوالين انه ده بيكشف عن سريه الحسابات للمودعين وغيرها، واللي اعتقد اكتر من جهه سواء كنا في لجنه الخطه والموازنه، هيئه المكتب، او حتى مصلحه الضرائب، او حتى وزير الماليه بنفسه طلع وضح للناس. والنهارده كان عندنا مناقشه هذا القانون، واللي اعتقد انها كانت مناقشه سريه للغايه. انا حتى اصريت فيها ان انا اسال في كل الاشياء التي يعني خطرت في ذهن الناس حوالين هذا القانون، وبوضوح شديد كده عشان نبقى فاهمين الدنيا. في سنة 2016 مصر انضمت للمنطقة الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، وده تجمع فيه 160 دولة. الغرض من هذا التجمع هو انه مكافحة التخرج الضريبي العابر للحدود وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعاية الدول الأعضاء في الداخل والخارج. يمكن مصر خلال السنوات اللي فاتت يعني كانت من الدول اللي تأخرت يعني أو حدد إنها تاخد وقتها في مسألة الانضمام ل أو تفعيل دورها في هذه الاتفاقية، ولكن إحنا خلاص بقينا قدام إنه خلال الشهر ده هيبقى في يعني لجنة بتراجع التزام كل الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، وبتحاول تحطهم في تصنيفات ما بين متوافق و ومنخفض وغير متوافق. وطبعا دي بلا اجراءات في التعامل مع دول ال20 الصناعيه الكبرى، وبالتالي احنا بنحاول جزء من الدوله بتحاول تعمله الفتره اللي فاتت هو انها مساله بقى ان احنا نلجا للضوابط الالكترونيه ومكافحه التهرب الضريبي. ولكن بقى كانت الاسئله الموضوعيه النهارده اللي بنسالها حوالين هل هذا الامر بشكل او باخر له علاقه بكشف عن حسابات او سريه الحسابات اللي موجوده للعملاء؟ فكان رد النهارده البنك المركزي واضح جدا في انه مشروع القانون ده ملوش اي علاقه بهذا الامر، وانه الموضوع بيتكلم حوالين الاجانب اللي فقط اللي موجودين في مصر وممكن يكونوا بيعملوا معاملات ضريبية في دولهم عايزة تتأكد. وحتى يعني النهاردة وكيل بنك مركزي في مناقشة طويلة معاه قلت له أنا عايز مثال، فكان في مثال مثلا حوالين حد ياباني مقدم في اليابان مثلا إنه اشترى حاجة لها علاقة من مصر للمشاركة في منتج ما، ولما جم بيتأكدوا فاليابان بتبعت هل المعاملة دي تمت أو لا، فطلع إنه أصلا ما حصلش وإنه ما فيش مركب زي دي طلعت وإنه ما فيش أي شراء من ده تم. وبالتالي هي المسألة هنا لها علاقة بالمساعدة في ضوابط من هذا النوع. وكيل بنك مركزي أكد النهاردة إنه القانون ده بيخاطب العملاء الأجانب داخل مصر فقط، وإنه الموضوع ملوش أي علاقة بحسابات المصريين بالبنوك. وبالتالي بعد مناقشه مستفيضه لقينا ان الموضوع ده يعني مفيد للدوله المصريه في انه بيساعد، اولا بيحطنا في اطار اكتر من الحوكمه والشفافيه مع دول العالم، خاصه ان احنا بنتكلم عن منظمه OECD وهي منظمه مهمه بتتابع الفنيات دي زي ما شرحت لحضرتك، وبالتالي بتساهم في حوكمه المنظومه الضريبيه عالميا. فالمناقشات النهارده كانت مستفيضه وانتهت اللجنه للموافقه على مشروع القانون من حيث المبدا والتعديلات التي طيب ده كلام حلو جدا يا منعم.
وصلنا إلى بيت قصيد إنه لا يا جماعة الموضوع ملوش أي علاقة بكشف الحسابات في البنوك أو اختراق سرية الحسابات المصرفية في مصر. أنا بقى عندي سؤال، بما إن إحنا بنتكلم على مسألة حوكمة النظم الضريبية في الدول ما بينها وبين بعض، وبالتالي إحنا طلعنا هذا التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الموحدة، هل إحنا عندنا شيء ما يحول دون الذهاب إلى ملاذات ضريبية؟ ساعات كتير مش بس في مصر، في دول كتير جدا في الدنيا تلاقي في أنواع من رجال الأعمال يحب يعمل إيه؟ يفتح 17 شركة في كيمن آيلاند، يفتح 20 شركة في موريشيوس. دي بتبقى دول اللي بنسميها دول الملاذات الضريبية، الضريبة اللي بتبقى فيها 1% و2% وحاجات زي كده. فيبقى عمليا هو فاتح الشركة نشاطها قائم هنا بس جواها شركة كتير أجانب، بس مع إن هم الأجانب دول مهماش أجانب ولا حاجة، دي شركات بس في جزر العذراء لكنها ملكه هو وشركائه الآخرين. فيجي يقول لك إيه، أنا لازم أحول أرباحي للأجانب فهبعتها على جزر العذراء مثلا. دي طريقة. والطريقة الثانية انه يبقى هو عنده نشاط ما فليكن في النشاط السياحي، ولانه فاتح الشركة بتاعته ليها فروع او عنده شركاء اخرين في برضه في دول الملاذات الضريبية، فلما بيجي يورد لي الدولارات اللي المفروض يوردها لي عن نشاطه القائم على جلب السائحين الى مصر، بيورد لي النزر القليل والباقي برضه بيطلع على الملاذات الضريبية. هل انا عندي شيء ما سوف يحكم مثل هذه التفاعلات لو صح التعبير؟ هذه الاتفاقية يعني جزء منها هذا الأمر. هو الاتفاقية دي يعني المجتمع الدولي بشكل رئيسي عملها وربطها بعدد من الأمور على رأسها إنه زي ما ذكرت لحضرتك إنه دول مجموعة العشرين هي تقريبا بتنتج 85% من الإنتاج العالم وبتتحكم في 70% من التجارة العالمية. وبالتالي انضمام الدول لهذه الاتفاقية مهم، لأنه الدول التي لا تلتزم بالاتفاقية دي بتحصل بطبيعة الحال على تقييم منخفض، وبالتالي بيحصل لها بعد كده تدابير تحفظية على أعمالها، وطبعا ده بيأثر عليها فيما يتعلق بالاستدانة من الدول الأخرى أو حتى المنح. دولة حتى زي سويسرا اللي معروف عنها بالحسابات السرية انضمت لهذه الاتفاقية وفعلت هذا الأمر. وبالتالي الفكرة في هذا الأمر أنه هذه الاتفاقية والانضمام لها وتفعيل الدور ليها بشكل أكبر، ده بالعكس بيساهم في ده، لأنه أنا النهاردة عندي الشركة دي برة، فأنا النهاردة عملت معاملة مع مصر، فأنا برجع لمصر وبرجع البنك المركزي. ولكن بقى جزء من المسألة عشان الموضوع برضو ما يبقاش مفتوح ويصير بعض القلاقل، الموضوع بيتعامل عن طريق فورم معينة بتتم عن طريق المنظومة الدولية وهذه الاتفاقية الدولية، وبالتالي بيتطلب فيها إجراءات وبيانات محددة. هذه البيانات لما بيتم تدخيلها بيبقى من حق الدولة أنها تفصح عن الحساب ده بالتعاون طبعا مع البنك المركزي. أعتقد أنه هذه الاتفاقية هي نقدر نقول عليها باب أولي يحل لنا جزء كبير جدا من الإشكاليات اللي حضرتك قلت عليها. ومنتظر أكتر كمان إنه مع الفترة الجاية وإعادة النظر في عدد كبير من الأمور، مع كمان مسألة الفاتورة الإلكترونية وتوسيع عملها، أعتقد إنه ده مع إن أنا بدخل اتفاقية دولية بهذا الشكل فيها أكتر من 160 دولة، ده هيبتدي يبين لي حاجات كتيرة جدا من هذه الممارسات اللي البعض بيحاول يتلاعب بيها عشان إما إنه ياخد دولار من الدولة ويهربه للخارج، أو إنه ما يديش للدولة حقوقها اللي المفروض تاخدها عن عمليات بتتم بداخلها أو من خلال نشاط اقتصادي بيها، وعلى الشخص ده إنه يدفع ضرائب زي ما أي مواطن مصري يدفع ضرائب بحيث ما يبقاش بيتنفس. والله يا منعم عايزين نقعد كده نفكر إن إحنا نشتغل على ملف، والله تعالى نشتغل عليه أنا وأنت، إن إحنا عاوزين نعمل حصر للشركات اللي جواها شركات أصغر موجودة في دول الملاذات الضريبية، ونشوف يا ترى هل ترى هم بيعملوا كده ليه وبيطلعوا قد إيه وحجم اللي بيخرج وكأنه قانوني باعتبار إحنا ده شركة أجانب يا جماعة جايين من العذراء، معقولة؟ يعني دي حاجة. والحاجة التانية هي فكرة بحث الضرر السابق ليس فقط اللاحق، ما هو في ناس راحت على سويسرا وبعدين بخ خلاص كده الحسابات بقت هناك، وفي منهم بقى اللي تم الافراج عن حساباته ايه وهتبقى حدوته،
مش هورطك معايا احنا في حتى كلام. واحنا النهارده بنتناقش انه لو كان الاتفاقيه دي تم تفعيلها من زمان، من قبل ثوره يناير، كان ده يعني ادى ل منع اموال كتيره جدا والله. خارج البلد في والله. هذا التوقيت. والله. فبالتالي انت النهارده ده مساله مهمه. يعني انا في الاول، اول ما حصل حاله الصخب ده زي كتير من المصريين، كان عندي تساؤلات، والنهارده انا حتى في طبعا اللجنه يعني النقاش كان طويل، وانت عارفني بطبعي، يعني سالت كل الاسئله اللي ممكن طبعا تكون بتخوف الناس، وبصراحه الناس ردوا علينا ردود شافيه ووافيه في هذا الامر، خلت اطمئنيت انه هذا الامر للمصلحه العامه للدوله، وان شاء الله نجد منه بشاير خير قريبا في الحد من مساله التهرب الضريبي، لانه دايما بإذن الله. هنفضل نقول ده، انه ما ينفعش يبقى انا عندي مواطن موظف غلبان بياخد 3000 جنيه حد ادنى للاجور، انا باخد منه ضريبه من المنبع من قبل ما ياخد مرتبه، بخصم منه الضريبه، وناس تانيين بتحقق ارباح بالملايين بتتهرب ومفيش ضابط عليها، بالتالي المساله ده جزء من العداله اللي لازم يتم طبعا عشان يبقى كله بيؤدي المستحق عليه وللدوله بدون تهرب. صحيح. انا بشكرك جدا 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 سياده النائب عبد المنعم امام، امين سر لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب ورئيس حزب العدل.